كاين اولا تنشيط مدينه اكادير ثقافيا ورياضيا وجعلها جذابه من اجل استقبال زوارها بمناسبه التظاهرات العالميه المنتظره لاكان 25 والمونديال 2030. العمل على تحسين نظافه جميع احياء جامعه اكادير، تحسين الخدمات الاساسيه المقدمه للساكنه، وتثمين الاداء المالي والاداري. فكنعتقد على انه في غالب الاحيان الناس اللي سيروا قبل منا كيعرفوا الضغط اللي كيكون في المده الواجزه اللي كتنتج فيه الميزانيه. فالاقتراح احنا راه اشاره الاخوان والاخوات اللي بغاو يعرفوا كيفاش كتم الطريقه ديال توجد ديال الميزانيه، ولكن عمليا راه ماشي ممكن. انا كنقول لكم بانه الضغط الكبير الاخوان والاخوات اللي خدامين على توجد الميزانيه في الشهر الاخير راه كيسهروا الى ساعات متاخره، لان اولا الارقام ما كتجيوش في الوقت من عند الاقسام الاخرى والمصالح الاخرى عادي جدا. وما نساوش ايضا بانه توجد ديال الميزانيه كيجي مباشره بعد العطله الصيفيه، فهذه كلها امور كتجعل انه كيكون واحد الضغط كبير وكبير بزاف. هذه الطريقه لا اعتقد بانه الطريقه ديال توجد الميزانيه خارجين على المألوف. هذا الشيء هو اللي كيدار، واكثر من ذلك بحال اللي قلت لكم كنعتقد على انه من الممكن عاوتاني بعض الاخوان والاخوات يمكن يديروا ملاحظه انه يمكن اول جماعه كدير واحد المذكره تقطيريه ديال توجد ديال 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 الميزانيه، تماشيا مع اولا ما اللي كيقوم به القطاع الخاص وحتى الدولة على المستوى ديال توجد الميزانية ديال على المستوى الوطني. المراحل ديال إعداد الميزانية، أولا بحال اللي قلت لكم كاينة مذكرة تقطيرية واللي كتعطي نسب ديال التطور اللي خصو يكون عليها الميزانية بجميع مكوناتها، بالخصوص على أساس المداخل والمصاريف. واللي كيتعطاو اللي معروف هو أنه عادة التوجه اللي كتعطى هو انه المداخل كتكون على الاقل اكبر او لا دوبل ديال يعني التطور ديال المصاري، باش يبقى داك الفائض التقديري يكون فيه تطور. المساله الاخرى هو انه كاين التشاور مع الاقسام والمصالح، المراسله اللي كدار تقريبا في شهر 7 ولا في شهر 8، ثم وهذا حسب ديك المقترحات كتم يعني النسخه الاولى ديال الميزانيه واللي كتدرس على مستوى المكتب، واللي كتكون مراجعه الاقتراحات باش تطبق هذه الاقتراحات مع المذكره التقديريه، لان خص هذاك الاقتراحات واللي كتحط في الميزانيه يكون واحد التطابق مع المذكره التقديريه، ثم كتقدم مشروع الميزانيه. كنعتقد على انه واخا طرقنا لها عده مرات في مناسبات متعدده، النقطه الثانيه اللي نبغي نطرق لها هي الاستراتيجيه الماليه لجامعه اكادير 2022-2027. هذه الاستراتيجيه الماليه للجامعه اكادير 2022-2027 اولا مكون من مكونات برنامج العمل الجماعه، يعني ماشي خارج على برنامج العمل الجماعه بلان داكسيون كومونال. فبالتالي هذا الى رجعنا لديك داك لاغود ديفلوبمون ديال جامعه اكادير كنلقاو بانه فيها واحد الخانه ديال الميزانيه المتوازنه اللي كتمثل هذه المساله هذه ديال استراتيجيه جامعه اكادير. هذه استراتيجيه جامعه اكادير عندها ثلاثه اهداف اساسيه. كنظن بانه ملي كنحطوا استراتيجيه كخصو ايضا في اي وقت نديروا لها يعني التقييم ديالها ليفالواسيون ديالها، وكنعتقد على انه هذه الاستراتيجيه وغادي نعطيكم الارقام هي اللي عطاتنا هذه المداخل اللي كنشوفوا لها. اولا الهدف الاول ديال الاستراتيجيه هو تنميه المداخل. هذه تنميه المداخل حلينا مجموعه ديال المشاريع لي بروجي اللي فيهم يعني يسمي السيكولوجي ديال البروجي اللي فيه اولا مسؤول على المشروع والمكونات الاخرى، ثم كاين واحد ما يسمى الكوميتي بيروتاج اللي كيجتمع بمناسبات متعدده على اساس انه يدير تقييم ديال هذه المشاريع.
فيها لا تي بي، فيها لوكيباسيون تمبوريير، فيها الباقي استخلاصور الى اخره الى اخره، فيها الرقمنه ايضا. الهدف الثاني ديال الاستراتيجيه هو ترشيد النفقات. ترشيد النفقات دائما كنذكر بانه كنتكلموا على مجموعه ديال المصاريف اللي معروفه كالماء والكهرباء والمواصلات، هذه كلها امور اللي متتبعه بشكل دقيق. ثم واحد المساله ايضا اللي مهمه بالنسبه لنا اللي هي تحديد الامكانات الضريبيه، لا ديتيرميناسيون دو بوتونسييل فيسكال. هذا تحديد الامكانات الضريبيه اللي في الواقع هي حدود هذه التجربه هذه، واللي كندخلوا المداخل ما كنعرفوش واش حنا خدامين مزيان ولا ما خدامينش مزيان، لان ما كتكونش عندنا داك الامكانات الضريبيه، داك البوتونسييل فيسكال، ما عرفنا واش دخلنا 50% ديالها ولا 60% ولا 100%. فبالتالي هذا الاحصاء اللي قمنا به فيما يخص اساسا لا تي بي وفيما يخص اوكيباسيون تمبوريير، مكننا انه اليوم عندنا فكره جيده على الامكانات الضريبيه، على الاقل على هاد جوج ديال الضرائب. غادي نرجع لهذ التفاصيل، لان في غالب الاحيان الاخوان كينساو بانه كاين واحد الطرف ديال الضرائب اللي مسيره من طرف الجماعه، وهذه هي اللي كتحكموا فيها، وكاين طرف اخر اللي كتصرف فيه المصالح الماليه للدوله اساسا دي جي ولا تي جي. هذه المكونات نعطي ايضا بعجاله وغادي ندوز الارقام. المكونات ديال هذه الماليه المتوازنه فيها اربعه مكونات اساسيه دائما كنذكر عليها. المكون الاول هو الاداء المالي، هو كيفاش يمكننا نزيدوا من يعني من الاداء المالي ديال جماعتنا. فيها مكون اخر ديال تسيير الاصول، لا مونيتيزاسيون ديز اكتيف، اللي هو في الواقع مجموعه ديال المرافق ديال الجماعه هذه يعني معروفه وذكرنا على عده مرات، اللي غادي تباع على اساس انه ندخلوها في الوفاء بالالتزامات ديالنا فيما يخص اساسا برنامج التنميه الحضريه. المساله الثالثه ولا المكون الثالث هو تنويع مصادر التمويل. ما ندخلش في التفاصيل، ذكرنا عليها عده مرات. من الامور المهمه في هذه التجربه هذه ولا في هذه الولايه هو انه برينا من الطريقه القديمه ديال تمويل حاجيات جماعات بصفه عامه، ديال الجماعات الترابيه، يعني عن طريق ما يسمى مؤسسات الائتمان الوطنيه والدوليه الوطنيه والخارجيه والدوليه، الى التمويل عن طريق سوق الرسامين اساسا اصدار السند. ودرنا العمليه الاولى ديال مليار ديال الدرهم، اللي بالمناسبه اؤكد على انه هذا المليار ديال الدرهم راه دخل في ميزانيات ديال 2022 فيما يخص مليار ديال الدرهم في مداخل التجهيز، ثم صرف في نفس السنه ديال 2022 600 مليون درهم مشات الوفاء بالتزاماتنا فيما يخص البلان ديفلوبمون اوربان، و 400 مليون ديال الدرهم فيما يخص الاداء المسبق للديون عند الفون ديكيبمون كوميرا. ثم المكون الثالث رقمنة التدبير المالي، وهذا رقمنة التدبير المالي كنعطي فقط ثلاثة الأمثلة. استعمال طرق لها الأخ زكريا قبل قليل، استعمال التقنيات الحديثة لإحصاء الضرائب ديالنا، هذا الشيء اللي درناه فيما يخص لاتين وفيما يخص أوكيباسيون تمبوريير، وكنعتقد على أنه يعني التفاصيل ديالها أعطيناها بالخصوص واحد الاجتماع ديال موظفي وموظفات القسم المالي بتفاصيله، ودخلنا في تفاصيل ديال هذه التقنيات. ثم ايضا واحد التطبيق ديال سيس بلس اللي اليوم تبين بانه بالرغم من ان في الاول ديال ما تفهمش، هذا التطبيق هذا ديال سيس بلس ولا اليوم كيمكننا انه نربحوا بزاف ديال الوقت. هذه الاستراتيجيه هي اللي عطاتنا هذه الارقام هذه اللي غادي نقدم لكم. غادي نعطيكم اولا الارقام المسجله فيما يخص مداخل التسيير الى حدود غشت 2024 بصفه اجماليه. مداخل التسيير مرات من 400، وغادي نعطي الارقام يعني مجمل ما غاديش ندخل في التفاصيل ديالها، 458 مليون ديال الدرهم مرات 532 مليون ديال الدرهم، اي بزياده 16%، هذا فيما يخص
المداخل. إلا دخلنا في تفاصيل هذه المداخل، كاين أولا الضرائب المدبرة من طرف الجماعة، أنا عادة كنقص فيها واحد ربعة اللي مهم جدا، اللي كيمثل تقريبا واحد 80% ديال هذا الجانب هذا. عندنا فيها لا تاكس دو سيجون، يعني الإقامة على المؤسسات، الضريبة على الإقامة على المؤسسات السياحية زائد 22%، يعني إجمالا بعدا إجمالا هذا ديال الضرائب المسيرة من طرف الجماعة عندنا فيها 41% زيادة ما بين يخرج 23 وغش 24. 22% فيما يخص التاكس دو سيجور، 52% فيما يخص لا تي ان دي، 8% فيما يخص لا تاكس سور ديبي بواسون، و 51% فيما يخص لوكيباسيون طومبوري. كيدير بانه هذا الجانب هذا ديال الضرائب المسيره من طرف الجماعه ديالنا، يعني دار عليها واحد الجهد كبير. وبالمناسبه ما نقدش تفوتني هذه الفرصة بلا ما نشكر جميع الموظفين والموظفات ديال جماعة أكادير، بالخصوص الأقسام اللي عندها وقع مباشر على المالية. أنا يعني كلهم عندهم وقع مباشر باش ما تفهمش يعني المداخلة ديالي خاطئا. جميع الأقسام والمصالح ديال جماعة أكادير وأخص بالذكر القسم ديال المالية اللي الإخوان كيقوموا بواحد الجهد كبير وكبير بزاف، نتمنى انه يستمر لان هذا هو التحدي الكبير ديالنا. التحدي الكبير هو انه كيف يمكن ان يستمر هذا الجهد لسنوات مقبله حتى اوت 2025. وكنتمنى ان شاء الله انه يتم اساسا يعني الحل ديال بعض الاشكالات التنظيميه والاشكالات اللي عندها علاقه نوتامون يعني بليزانسيتاسيون الموظفين. كنرجع للضرائب المحوره من طرف الدوله بعجاله، هذه تزاد 11%، الى ردينا البال السنه الفارطه تزاد فقط 4%. اليوم تبين بانه حتى المصالح ديال الدوله المكلفه بالماليه حتى هي بدات كدير واحد المجهود على اساس انه هذه الارقام تزاد. نعطي امثله، رسم السكن 10%، الخدمات الجماعيه لا تي اس سي 9%، الرسم المهني 11%. كان خصو السيد الرئيس إذا سمحتي لي باش نعطيكم الأرقام الأخيرة المسجلة إلى حدود آخر شتنبر، يعني توصلت بها يعني في الجمعة الفارطة ولا تقريبا نقول في البيكان. إلى آخر شتنبر عندنا 565 مليون ديال الدرهم بدون احتساب الحصة على القيمة المضافة على الضريبة على القيمة المضافة. فإلا زدنا لها هاد الغطيبية كنوصلوا تقريبا 651 مليون ديال الدرهم إلى حدود شتنبير. فبالتالي هذا الرقم هذا كنتجاوزوا المداخل المسجلة سنة 23 اللي هي فقط 600 مليون ديال الدرهم، ومن المنتظر أن تناهز مداخل سنة 24 700 مليون درهم إلى يمكن 700 يمكن تفوق تفوت كاع 700 مليون ديال الدرهم. هذو هما فقط، ونقدر نعتذر بالنسبه للاخوان والاخوات اللي حطوا بعض التفاصيل. يمكن نرجعوا للقضيه مثلا بعض الى سمحتي السيد الرئيس، ممكن واحد كاين بعض الاسئله اللي كتبان لي مهمه. غادي نرجع فقط القضيه ديال الاخت الفتحاوي والاخ مساري اللي تذكروا على المؤشرات في اللجنه الماليه. قلت بان هذه الانجازات هذه ما يمكنش تجي من فراغ. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.